بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 20. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد أسلفنا في الحلقة السابقة بعض الفوائد من الآيات، من قوله تعالى ويستفتونك في النساء، إلى قوله تعالى وكان الله واسعا حكيما، ونضيف إليها ما تيسر الآن. فيؤخذ من هذه الآيات بيان أن العدل بين الزوجات قسمان: قسم مستطاع وقسم غير مستطاع، والأول واجب والثاني مستحب، ولكنه يعفى عنه إذا لم يتوفر. فالله جل وعلا في أول السورة لما أباح تعدد الزوجات إلى أربع قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فدل على أن تعدد الزوجات لا يجوز إلا مع توفر العدل. وفي هذه الآية يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فالجمع بين الآيتين هو ما ذكرنا، أن العدل على قسمين: قسم مستطاع يستطيعه الزوج فهذا يجب عليه، وهو العدل في النفقة والعدل في الكسوة والعدل في المسكن والعدل في المبيت، هذا يجب على الزوج. وقسم لا يستطاع وهو المحبة في القلب والميل في القلب وانصراف الشهوة إلى بعض النساء دون بعض، فهذا لا يستطيعه الزوج، ولذلك عفى الله عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم بين زوجاته قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني الحب وميل القلب. فهذا معفو عنه، ولكن مهما استطاع الإنسان أن يقوم بما يستطيع منه فإنه مطلوب. ويؤخذ من هذه الآيات تحريم ميل الزوج عن بعض زوجاته إلى الأخرى بالحيف معها، ولو كان يحبها أكثر فإنه لا يميل معها. قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل. وكما جاء في الحديث الصحيح أن من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل أو جنبه مائل. فليحذر المسلم من هذا، لأن بعض الأزواج هداهم الله إذا أحب إحدى الزوجات قطع الصلة مع الأخرى وظلمها وحبسها في عصمته، فلا هي ذات زوج ولا هي مطلقة. ولهذا قال جل وعلا: فتذروها كالمعلقة. فيجب على الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعدل بين زوجاته فيما يستطيعه من ما ذكرنا من المسكن والكسوة والمبيت، المسكن والكسوة والمبيت وغير ذلك من توابع هذه الأمور
التي هي داخلة في مقدور الزوج. ويؤخذ من هذه الآيات بيان الأحوال التي تكون بين الزوجين عندما لا يرغب أحدهما في الآخر. أولا، الحالة الأولى الصبر والتحمل، الصبر والتحمل من أحدهما للآخر، لأن هذا يترتب عليه خير كثير وهو أحسن من الفرقة، ترتب عليه خير كثير. قال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك المؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها الخلق الآخر، أو رضي منها آخر. وكما في الحديث أن المرأة لا بد أن يكون فيها عوج، لأنها خلقت من الضلع، ضلع آدم، وأعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. هذا توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم للأزواج. والحالة الثالثة، الحالة الثانية الصلح. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إصلاحا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما. فيسويان هذه النفرة بالصلح الذي يذهب هذه النفرة ويسوي ما بينهما من سوء العشرة. الحالة الثالثة، إذا لم يمكن الصبر والبقاء على الزوجية ولم يمكن الصلح، فإن الحالة الثالثة وهي تفرقا يغني الله كلا من سعته، وهي الطلاق. فالطلاق عند الحاجة إليه حل شرعي مفيد، يستفيد منه الزوج ويستفيد منه المطلق والمطلقة. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، والتفرق طلبا للسعة خير من البقاء على الضيق والإحراج. ويؤخذ من هذه الآيات ترغيب بالإحسان بين الزوجين، كل منهما إلى الآخر، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وأولى من يفعل الخير مع الآخر هم الزوجان، أحدهما مع الآخر. ويؤخذ من هذه الآيات أن الطلاق هو الحل النهائي عندما تتعذر العشرة الحسنة، والله أعلم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.